موتورولا احدى الشركات العريقه اللي موجوده من زمان بالاسواق وبعدها موجوده اخيرا فلاج شيب ممكن يقنعني او يقنع كثير من الناس الموجودين بمجال الهواتف انه يكون هاتف رئيسي. الموتورولا ايدج 30 برو هذا احدث الاجهزه اللي موجوده من موتورولا. ايه مثل ما سمعتوا موتورولا فلاج شيب اكيد. ايه اكيد اكيد يا محمد. مين محمد؟ اكيد موتورولا عامل فلاج شيب. ولأول مرة بدي أقول إنه هيدا الهاتف حينظلم. ليش حينظلم؟ لأنه في كتير من المميزات وفي كتير خصائص موجودة وبسعر منافس جداً هتعرفوه بالأخير، ولكن بحس إنه الناس بعد أخذ الفكرة إنه موتورولا قديم. لا خليكم معي تتشوفوا شو أهم الصفات والمميزات بهاتف موتورولا الجديد. مرحبا جميعا، معكم إيهاب مستر تيك بحلقة جديدة لمراجعة جديدة لإحدى الهواتف الرائعة من موتورولا. بس تقول رائعة عن جد، هذا الهاتف حرام ما عم ياخد حقه مزبوط بالأسواق. أول شيء خلينا نشوف علبة الهاتف، هاتف أيام أو علب أيام الزمن الجميل، لأنه موتورولا بعد محافظة على أيام زمان. لا بعد تركة تقريبا كل شيء بالعلبة. أول شيء عنا كفر جراب للحماية، عدوا معي كتير منيح. كابل تايب سي موجود، شاحن 68 واط مش 65 ومش 66 ومش عاملينه على الأد، يعني زايدين واط يكونوا واحد من الأسرع الموجودين الفاست شارج. وأخيرا موتورولا حاطين سماعات، تخيلوا عن جد صندوق من أيام الزمن الجميل. وبموتورولا الايدج 30 برو في عنا كذا سيلينج بوينت. دائما بقول انه في عندي نقط للجهاز تبيع، كل شركه بيكون عندها شيء تبيع منه. خلينا نشوف اول شيء الشكل والشاشه. والشاشه فيها واحده من اهم نقط البيع لهذا الجهاز. قياسات الشاشه 163 ب 75 والسماكه 8.7، سماكه شوي كثير، ولكن مخبية البروز اللي موجودين بالكاميرا، وبتحسوا انه التليفون كله او الهاتف كله جاي مع بعض شقفة واحدة مصنوع من البلاستيك الفخم واللي ما في تبصيم عليه، مع طبقة حماية كورين غوريلا جلاس الفايف ولونين الاسود الابيض كمان. وزن 196 جرام، مقاوم لرذاذ المي، وبياخد 2 سيم كارد. شاشة بقياس 6.7 انش فول اتش دي بلس، 2400 ب 1080 LED سكرين، وبنوصل للكي او الضربة القاضية بالشاشة والسيلينج بوينت اللي موجودة بهيدا الفلاج شيب واللي مش موجود بغير هواتف اغلب السعر موجودين يا موتورولا. عنا الريفريش ريت 144 هرتز، سلاسة تنقل بالشاشة، رياحة مع كل المعلومات اللي قلناها هيدي. شاشة قديش بتقعد تحضر، قديش بتشوف فيديوهات، قديش بتلعب جيمز عن طريق هذه الشاشة، رياحة تامة وكاملة ب 144 هرتز، سموث هيك ناعم التنقل وانه استعماله اليومي. اكيد فينا نغير بالريفرش ريت تبعنا الموجود ونزغره كرمال ما نستهلك بطارية كتيرة. البطارية اللي عنا اياها 4800 ملي امبير مع شحن اللي حكينا عنه من شوي، اللي بيشحن شحنة كاملة تقريبا بنص ساعة، واللي بيكمل يوم كامل من استعمال الفوق المتوسط يعتبر رقم جيد يا موتورولا. بضل قول النوتش القليل الخفيف اللي موجود جيد داير من دار، وان كان متناسق مع الشاشة ومش موجود بس بطرف اعلى من التاني، لا تحس ان الشاشة كلها جاية مع بعض تقريبا. في عنا فلات، وهذا الشيء لبعض الكتير اللي موجود احنا في منه ما بيحبوا الكيرف اللي يكون موجود بالشاشة. انا احد الاشخاص اللي بحب الشاشه تكون فلات وما يكون عندي الاطراف، خاصه ببعض الهواتف بتكون هذا الشيء سيء للسوشيال ميديا. اذا عم تنزلوا بوست انستغرام او على اليوتيوب او على الريل او كذا، بتحسوا ان الشاشه طايره معكم او رايح حرف من على الاحرف اللي انتم عم تكتبوها. هون الشاشه جايه فلات وجيده. خلينا نحكي عن العتاد الموجود جوا هون، وهون عم نحكي عن اندرويد خام، وبحترم موتورولا بهذا الشيء. شفنا الخام كان موجود بالبيكسل
وهون تقريبا نفس الشيء، ما عندنا ال Color OS، ما عندنا ال MIUI، ما عندنا كل الواجهات اللي احنا معروفة الفن مثلا، لا هون عندنا بيور سلاسة بالتنقل، خاصة إذا بنعرف إن البروسيسور هو الأحدث. هون عندنا السناب دراجون 8 الجن 1 12 أو 8 جي بي 256، أداء رائع رائع رائع، فينا نقول رائع للأخير من الأندرويد الخام اللي موجود يا موتورولا، ما عملت عجقة إن كانت حطت قصص بسيطة. مثلا هون عندنا الابليكيشن الموتورولا الموجود عندنا اللي فينا نغير الواجهة وفينا نعمل الواجهة المخصصة لإلنا، مع إنه سلاسة بالتعامل على الشاشة هون بالشورت كاتس الموجودين وكل شيء سهل، كل شيء التنقل الموجود عندنا بالابليكيشنز الموجودين سهل من تستعمل اندرويد 5 بدون عجقة من دون الزحمة اللي موجود. ايام وقت استعمل النافيجيشن سيستم اذا رايح على محل وحطيت جوجل ماب شوي في حماوة شوي، ولكن عادي بتقطع. بالجيمز ما في حماوة ابدا، اعتقد بالسوفت وير ابجريد اللي حيصير ووعد موتورولا انه حيكون في عنا 3 سنين الدعم للسوفت وير، هذا الشيء بعتقد حيتغير. غير شيء جهاز رائع. سيلينج بوينت تاني من الايدج 30 برو وهي الكاميرات، عنا 3 كاميرات هون موجودين، 50 ميجا بكسل العريضة، 50 الاساسيه 50. واحده من النقط السيلينج بوينت للبيع كمان اللي موجوده عندنا كاميرا السيلفي، حسب ما بذكر هي الكاميرا الوحيده السيلفي اللي موجوده 60 ميجا بكسل. هذا التست عملته بالنايت مود وباليوم العادي للكاميرات اللي بصوروا 4K و8K و1080. خلينا نشوفها مع بعض. تصوير كاميرا سيلفي بالليل اضاءه وراي، عم نصور فول اتش دي، شوي في هيك بالأسود بتحس في شوية غربلة، ولكن أوكي هلأ زبط. هنجرب ال4K، تصوير ال4K بالكاميرا السيلفي مع مش ناخد شوية إضاءة بس هنشوف الخضار الوان رائع انا اياه. هلا بس نصيحه لل4K كمان حنحكيها بعد شوي بالكاميرا الاماميه، الموفمنت السريعه مثل هي غير محبزه. شو رايكم بكاميرا السيلفي اللي تعتبر سيلينج بوينت عندهم لموتورولا؟ عجبني تصوير الفول اتش دي بالتصوير الهاري مع زوم واحد عنا يا هون، الشباب مبسوط بالموسيقى. هاي العدسة الواسعة حنشوف هلأ إذا في بالنسبة للألوان الخضراء أو نشوف غير ألوان غير الأبيض والكري، نشوف فحص الألوان تبعونا. بعد عم صور فول اتش دي 1080 مع ستيبلايزيشن، مع ستيبلايز مع عدم اهتزاز بالكاميرا، فينا نحطه اون واوف اكيد فينا نفعله او نطفيه. تصوير ال 4K مع عدم وجود زوم، وبيطلع لنا انه انتبهوا بتصوير ال 4K ما حيكون في عنا زوم. حصلت مشكلة واحدة بس، ومش بس موجودة بالموتورولا، بكذا كاميرا حماوة تاخد الكاميرا، بحس هيك بعد فترة من تصوير الفوتو الكاميرا بلشت تسخن. نشوف اللون الأخضر رائع رائع، تصوير 4K وصل على تصوير ال 8K. هلا إذا عندكم ستورج كبير بقول بالهاتف موجود 256 already، ف هنلاحظ اهتزاز شوي وقت بنكون عم نعمل بان بالكاميرا. اوكي عانينا بس بمشكلة واحدة بموضوع التقريب بالكاميرا، موضوع الفوكس خلال التصوير. عم نشوف تلاقي انه في محل عم بيهرب الفوكس منه،
هذه بالنسبة ل كانت مشكلة، والحقيقة كذا مراجعة شفت هذا الموضوع. تصوير 1080 فول اتش دي بالتصوير السيلفي، كاميرا السيلفي 60 ميجا بكسل بالإضاءة العادية. كثير منا عم استعمل كاميرات السيلفي، صار لأغلبية الشغل بالزوم ميتينجز وكذا، فأكيد صارت كاميرا مهمة جدا بالهواتف. شو رأيكم، عجبتكم؟ وهذا التست، تجربة الـ 4K بكاميرا السيلفي. هلا برجع عنا نفس المشكلة، الحماول الصغيرة اللي بتصير بالكاميرات، بس هذا شيء طبيعي كل الهواتف بتكون عم تصور 4K او 8K، بس في عنا حماول صغيرة. ولكن ترولا جميل الكاميرا. نقطة تانية عجبتني بالجهاز، سماعات الستيريو الموجودين. عجبتني البصمة السريعة جدا الموجودة عنا يا هون دغري على السريع. البعض بيقول انه كانت تطول معه، انا هون ابدا ما عندي مشكلة، كانت سريعة جدا. سعر الجهاز، وخلينا ننتبه هون عم نحكي عن فلاج شيب، عم نحكي عن واحد من الاجهزة الخارقة الموجود. هون عنا بالدرهم الاماراتي 2599 درهم، او بالدولار تقريبا 700 دولار. اعطوني فلاج شيب بهيدا السعر او اقل من هيدا السعر او اعلى منه هيدا السعر، اعتقد يكون هو الاخف او الاوطى الموجود بالاسواق. موتورولا، كلمة اخيرة بدي اقول انه الجهاز انا حابه، في كثير من الاشخاص المراجعين حابينه للجهاز، وكنا حنقول او كنا عم نحكي بهذا الموضوع انه الجهاز ما اخذ حقه، يمكن لانه نزل بوقت السيزن كان بالاخر، تعرفوا في هاي سيزن ولو سيزن للاجهزة الهواتف. ولكن جهاز رائع من موتورولا، يعني فيني اقول اخيرا موتورولا موجودة على طريق مزبوط للفلاكشيب. هذا كان كل شيء لليوم، حلقة جديدة بنشوفها الجمعة الجاية مع أجهزة تانية. إذا عندكم سؤال عن موتورولا الـ Edge 30 Pro نسيت قوله، اسكروا بالتعليقات وسلام.